أكد الرئيس السيسي خلال استقباله جيم إمبيلي المدير التنفيذي لشركة كاتر بيلر انفتاح مصر على التعاون مع كافة الشركات العالمية، مشيرا إلى ما تتمتع به شركة كاتر بيلر من سمعة دولية وخبرة ممتدة في السوق المصرية. كما أكد الرئيس حرص الدولة على التعاون مع الشركة بهدف مساهمتها في المشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها مصر حاليا، خاصة في مجال السكك الحديدية وتطويرها لما لدى الشركة من خبرات كبيرة في هذا الشأن، وكذلك في قطاع البناء والتشييد. من جانبه أعرب المدير التنفيذي لشركة كاتر بيلر عن اعتزاز الشركة بنشاطها وعملها في مصر وتطلعها لزيادتها، لا سيما في ضوء توفر فرص واعدة في عدد من القطاعات، مشيدا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها مصر وما ساهمت به في تعزيز بيئة الأعمال وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، فضلا عن المشروعات التي أقيمت في مصر خلال الفترة الأخيرة في وقت قياسي.